الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي أربيل، وارتفعت الأسعار مع ارتفاع بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. واستقرت أسعار البيع في محال الصيرفة في بغداد عند 150,000 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أن الدولار سجل ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 149,250 دينارا مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,900 دينار مقابل كل 100 دولار. كشف خبراء اقتصاديون أن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال الخبراء إن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولة الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية ورفع الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد بعض السلع تشير إلى أن الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة. وأكد الخبراء الاقتصاديون أن الحكومة لجأت إلى اقتراض 7 تريليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 تريليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع إلى 8 تريليونات دينار في النصف الأول من العام الحالي، ما رفع من حجم الدين الداخلي إلى 86 تريليون دينار. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية رغم تسجيل أسعار النفط العالمية خسائر على الصعيدين الأسبوعي والشهري، فقد أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس على ارتفاع بلغ دولاراً و14 سنتاً ليصل إلى 74 دولاراً محققاً مكاسب أسبوعية بقيمة دولارين و19 سنتاً. من جهة أخرى أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار $1.24 ليصل إلى 77 دولارا و66 سنتا للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بقيمة $2.19 سنتا. ذكرت مصادر مطلعة أن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3,850,000 إلى 3,900,000 مليون برميل يوميا في أيلول المقبل في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك بلس لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته. وذكرت وكالة رويترز أن هذا الخفض سيؤدي إلى ضغط وضع السوق قبل زيادة الإنتاج المزمع من المنظمة بدءا من تشرين الأول المقبل للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج. وقالت أوبك نقلا عن مصادر لرويترز إن العراق أنتج نحو 4,250,000 برميل يوميا في تموز الماضي، وهذا أعلى من حصته البالغة 4,000,000 برميل يوميا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم أمس أن العراق تقدم إلى المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر تموز الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 13.8% وانخفاض الواردات بنسبة 7.8% على التوالي في شهر تموز. وذكرت الهيئة أن الصادرات بلغت 22,510,000,000 دولار بزيادة قدرها 13.8%، وبلغت الواردات 29,805,000,000 دولار بانخفاض بلغ 7.8% مقارنة بشهر تموز من عام 2023. ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار بسبب انهيار القطاع الصناعي. إلى أسعار العملات الأجنبية والمعادن.
جزيل اللقاء.